لكن ده الاستراتيجية عامة اللي احنا بنشوفها دايما مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو لم شمل المصريين بشكل عام. ما عندناش حد معزول، ما عندناش محافظة معزولة او حد بعيد، او لا، كل المحافظات حتى الحدودية فيها ادماج كده للمجتمع المصري. يمكن شفنا تغيرات كبيرة قوي في محافظة زي محافظة مطروح، اللي في الحقيقة فيها تغيرات مش بس على الصعيد. خليني اقول النهاردة بنحاول نستثمر هناك ونشوف ايه الاختلافات اللي حصلت، لا، احنا بنتكلم على بناء الانسان، بنتكلم على تغيرات في البنيه التحتيه، التعليم، مشروعات استثماريه ضخمه وسياحيه. النهارده المشروعات دي على ارض الواقع بقى، الاختلافات ايه هي يا فندم؟ هو انا عايز اقول لحضرتك، في فتره الرئاسه الثانيه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، لما الرئيس تحدث أمام مجلس النواب قال جملة واحدة، قال المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة بناء الشخصية المصرية. الشخصية المصرية دي مهمة. للأسف الشديد زي ما بقول لحضرتك، نتيجة الإهمال لعقود طويلة لمناطق كتيرة داخل الدولة، فكانت الشخصية أو الهوية المصرية أو الوعي عند المواطنين كمان ما بقاش بشكل كبير. لكن الفترة الأخيرة هنجد أن بناء الشخصية المصرية طبعا بيعتمد على التعليم وعلى الثقافة وعلى الصحة وعلى أشياء كتيرة. فقدرت الدولة خلال الفترة الأخيرة أنها في كل مكان وفي كل مركز وفي كل محافظة، هتجد فيه المستشفيات، هتلاقي المراكز الصحية اللي موجودة في القرى، هنجد المدارس، بدأ في إنشاء المدارس في كل المحافظات وفي كل المراكز وفي كل القرى. كل ده ليه؟ من أجل رفع الوعي عند المواطن المصري، إعادة بناء الشخصية المصرية بشكل أساسي في الوقت الحالي، زيادة الوعي عند المواطن، زيادة الوعي عند المواطن إن هو يقدر إن هو يبقى يعلم الصح من الغلط، هو شايف على أرض الواقع الإنجازات اللي بتنفذها له الدولة في محافظته أو في قريته، هو شايف كل الإمكانيات اللي بتقدم ليه خلال الفترة الأخيرة، فوعيه بيزيد، فبيبقى عنده استيعاب لكل اللي بيحصل من شائعات، مثلا من محاولة يعني الشائعات اللي بتطال في الوقت الحالي أو من فترات طويلة، كلها الهدف التقليل من الإنجازات أو التقليل من المشروعات اللي بتتم على الأرض. لكن المواطن أصبح دلوقتي شايف إيه هي المشروعات، وخاصة في القرى وخاصة في المحافظات اللي كانت مهملة بشكل كبير. يعني احنا لو شفنا في محافظة مطروح زي ما حضرتك ذكرتي، هو الاهتمام بالمواطن، ما هوش الاهتمام بالمشروعات فقط اللي بتنفذ. ليه؟ لان المشروعات دي خلي بال حضرتك هي بتعود بالنفع على المواطن، ولكن التنمية الشاملة في هذه المحافظة او في القرى او في الاماكن البدوية اللي متواجدة، لان خلي بالك التطوير ما بيبقاش للمحافظة فقط او الاماكن المحيطة بها، لكن في قرى بدوية بيتم تطويرها وبيتم تحديثها طبقا يعني شكل القرية نفسه أو الحياة البدوية نفسها، بيتم تطويرها زي ما حصل في سيناء أيضا، تطوير القرى هناك بشكل بدوي اللي هو طبيعة المواطنين في هذه الأماكن. إذن الاهتمام بيطال المواطن المصري في كل المستويات، وهو شايف بنفسه، هو عارف بنفسه، وكل ده بيعود بالنفع عليه، بجانب بقى خلق فرص عمل للمواطنين من كل محافظة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل محافظة بيتم فيها مشروعات قومية الأولوية لأبناء هذه المحافظة، ففي خلق فرص عمل كبيرة جدا لأبناء المحافظة اللي هم كانوا للأسف شديد مع الإهمال ما كانوش لاقين فرص عمل كبيرة ان هم يشتغلوا، لكن في الوقت الحالي تم خلق فرص عمل في كل محافظة لأبناء المحافظة لأن الأولوية الخاصة ليهم. إذن التطوير بينال المكان، التطوير بينال المواطن من خلال التعليم والصحة ومراكز الشباب الرياضية المهمة في الوقت الحالي أيضا بيتم تنفيذها في كل قرية وفي كل محافظة، للاهتمام بالجيل الجديد اللي صاعد والاهتمام بيه رياضيا والاهتمام بيه أيضا ثقافيا. فكل ده بيعاد تشكيل الوعي لدى المواطن المصري وإخراج نشء جديد يعلم جيدا إيه اللي بيحصل داخل الدولة المصرية.